زمن على مولودية بيجاية العودة بنتيجة إيجابية من ميدان أهل البرج، وهو ما كان بفضل رحال في الدقيقة 31، وكذا هدف أكرور 6 دقائق بعد ذلك. هدف البرايجية مع بداية المرحلة الثانية لم يثني من عزيمة أشبال عمراني في كسب النقاط 3، فكان هدف ثالث للضمان عن طريق رحال الذي أمضى الثنائية في المباراة. 3 أهداف لواحد هي النتيجة النهائية،